هي النحل المطربه الجزائريه كنزه مرسلي. بنرحب بيك يا كنزه وبنبارك لك النهارده على الجائزه. اهلا وسهلا، انا برحب بكم والله يبارك فيكم. يمكن جائزه مهمه، جائزه دير جيست، وخاصه هي من تصويت الجمهور ليكي. اكيد طبعا، يعني تعتبر من اهم الجوائز في الوطن العربي، وانا الحمد لله يعني كان ليا الحظ ان انا كسبت تاني مره جائزه مهمه في مصر وفي الوطن العربي بعد هميمة، فالحمد لله يعني مبسوطه وفخوره خصوصا بوجودي مع ناس ومع فنانين مهمين. اغنيه مملكه سبق اعتقد يمكن نالت نجاح كبير قوي في 2018. والله الحمد لله، يعني شيء انا فرحانه بيه وشيء يعني الحمد لله مقتنعه بيه بالشيء اللي عملته، لانه على طول الانسان لما يقوم شيء مؤمن بيه وشايفه انه هو ده الاحسن ليه واللي يليق عليه، هو هذا يعني انا نعتبره اهم شيء يعني، فالحمد لله. اللهجة المصرية وصلتك أكتر للجمهور؟ والله لا، مش ملهاش علاقة طبعا. الشيء اللي يوصل الإنسان للجمهور هو حب الناس، يعني حب الناس ساعات ما بنبقاش عارفة القبول اللي عند الإنسان، ما بنبقاش الناس عارفة السبب إيه، فأنا بشوف إن أهم حاجة إن الإنسان أو الفنان يكون صادق في أعماله وصادق مع نفسه ومع الناس، فهو هيوصل للناس بسرعة. عملك القادم هيكون باللهجة الجزائرية؟ إن شاء الله إن شاء الله. العمل أنا سجلت أغنية وخلصتها، راح تكون أغنية من كلمات شاعر عبدو سعود وألحان وتوزيع طارق قادم، وإن شاء الله يا رب هتتصور قريبا جدا مع المخرج اللبناني زياد خوري ومن إنتاج شركة لايف ستايل ستوديوز.